المجلس الوطني لهيئات المحامين بالمغرب أو يعني هو فكرة مؤسساتية قد صاغها الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وهو من التوصيات المركزية والأساسية لتنظيم مهنة المحاماة والتي انتهى إليها الحوار. هو مؤسسة كان الحديث عنها قديما وهو موضوع نقاش دائم ومستمر بين شد وجذب. هناك فئة رافضة ولكن الوضع والحاجة التنظيمية تدعونا إلى ضرورة الإسراع في اعتماد قانون ينظم المحاماة على الصعيد الوطني هيكل مؤسساتي، تنظيمه يوكل إلى قانون صادر عن المؤسسة التشريعية يعطي مكانة مركزية للمؤسسة المؤطرة لشؤون المحامين على الصعيد الوطني. هذا المجلس هو عبارة عن مؤسسة وطنية تتولى إدارة المهنة وتستجيب الاحتياجات الآنية والضرورية. أولا ستكون له قوة في علاقته مع السلطات، في علاقته مع المؤسسات التشريعية، يعني لعب اللوبينج والحوار وكذلك التأثير، وسيكون له كذلك القوة في تأطير المحاماة لا من الناحية الأخلاقية عبر اعتماد ميثاق أو مدونة للأخلاقيات يسهر على تنفيذها، تنظيم الولوج، إعداد استراتيجية وطنية للتكوين والإشراف على المعاهد الجهوية المختصة في التكوين المستمر، وكذلك توحيد الأنظمة الداخلية للهيئات، وعندها سنتحدث عن محاماة وطنية. الوضع الآن في المغرب والتنظيم أو لا القانون المنظم لمهنة المحاماة يتحدث عن 17 هيئة، هيئات بعضها يصل عدد المنتسبين إلى 200 أو 240، وأخرى يصل عدد يتجاوز أحياناً 5000 منتسب، وهؤلاء ينتظمون في جمعية، يعني جمعية كتنظيم البسيط للجمعية الظهير الحريات العامة 1958، وهي عبارة عن إطار تنسيقي لا قوة قانونية له كمؤسسة. وهذا ما نلحظه في الأداء العام المتعلق بتنظيم المحاماة بالمغرب. أكيد على أن السادة النقباء عبر التاريخ من خلال الجمعية استطاعوا الوصول إلى مكاسب في بعد حقوقي وسياسي، في الدفاع عن الحريات، الدفاع عن استقلال القضاء، الدفاع عن التعددية، الدفاع عن الحريات العامة بصفة عامة، ولكن الإدارة الشؤون المهنية تسترعي بالضرورة وجود هيئة مهنية مختصة تحدد أهدافها الاستراتيجية التي تراعي خصوصية مهنة المحاماة، تنظيم الولوج، تنظيم الأخلاقيات، الشؤون المتعلقة بالأخلاقيات، وكذلك وهذا هو الأمر المهم والهام هو توحيد الرؤى التدبيرية لشأن المحاماة على الصعيد الوطني، بمعنى أن ننظر إلى المحاماة كوحدة. الآن هناك تفرقة، هذا هو الواقع، لا يوجد حتى نظام داخلي موحد، هناك مجهودات بدل السادة النقباء عبر الجمعية، ولكن هم كذلك يؤمنون بأنه جاء الوقت للانتقال إلى صيغة تنظيمية تفرض قوة المحاماة في علاقتها مع باقي المؤسسات الأخرى في وقت نتحدث فيه عن استقلال النيابة العامة وعن بروز وتموضع مركزها المؤسساتي. الآن نتحدث عن رئاسة النيابة العامة كمؤسسة، عن السلطة القضائية كمؤسسة، عن باقي المهن كذلك الأخرى التي انتظمت في إطارة وطنية ينظمها قانون ذو تأثير قوي، ولكن المحاماة لم تصل أبدا إلى حدود الآن إلى هذا المستوى المؤسساتي الذي يجعلها قادرة على أخذ موقعها الطبيعي في الهيكل المؤسساتي الحقوقي والقانوني. أكيد أن البعض يتخوف والبعض له رؤى محافظة أو تقليدية، يعني يعتقد البعض في مخيلته أن نزع الصلاحيات المجالس ووضعها في إطار وطني أمر سلبي. أولا المجالس ستحافظ على وظائفها التقليدية التي تمارسها الآن، والسادة النقباء على هيبتهم المناطقية والجهوية، بالتالي فلا خوف في هذا الباب. أما حتى في التوازي، يعني في التساوي بين الهيئات، يجب أن تكون هناك مؤسسة تضمن تمثيلية الأجدر والأنسب والأحق داخلها كمؤسسة الدار البيضاء على سبيل المثال. للأسف الآن هي خارج نطاق جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فلا يمكن أن نساوي مثلا بين الدار البيضاء مع احترامنا وكذلك
اجتاز بعدد المحامين الذي يبلغ 200 محامي. لذا نرى على أن الحاجة تدعو إلى اعتماد كلي لما جاء في توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة. وهنا يجب التركيز على مسألة هامة، هو أنه إذا تأخرنا لردح آخر من الزمن فإن ربما المآسي تتوالى والمشاكل ستتوالى، حتى مسألة الولوج للمهنة وضوابط ولوج المكاتب الأجنبية فلا يمكن أن يتم إلا عبر إطار وطني له هذه الصلاحية. ولن نتحدث مستقبلا عن امتحان مجرد من ربما السلبيات أو مجرد من الوضع غير المقبول الآن الذي مرت فيه المحاماة، يعني امتحان المحاماة، دون تمكين هذه المؤسسة الوطنية من إمكانية رعاية مسألة الولوج وتنظيم الولوج والإشراف على التكوين والتكوين المستمر. هناك من يتحدث ويقول على أن هناك دول أخرى تخلت عن تنظيم المحاماة وطنيا، هذا كلام زائف، لأنه من غير المقبول أن نتحدث عن 17 عقلية للتدبير وتسير، من غير المقبول بتاتا الحديث على أن دول أخرى قد تخلت. فالاتحاد الوطني، فالهيئة الوطنية للمحاماة في موريتانيا قائمة، في تونس الهيئة الوطنية للمحاماة قائمة، في الجزائر الاتحاد الوطني كذلك هو قائم، وفي فرنسا التي اعتمدت قانون ديسمبر 1990 ودخل حيز النفاذ 1992 وأحدث مؤسسة متطورة تشرف على التكوين بشكل رائع، وقد زرنا كذلك في رحلة دراسية مرافق المؤسسة واطلعنا على أهدافها واطلعنا كذلك حتى على بنائها التنظيمي والقانوني. وهذا القانون الذي ينظم السين بي، يعني الجمعي، يعني المجلس الوطني للهيئات في فرنسا، قد تم تطويره في مراحل متعددة، يعني يتضح سلبيات في تنزيله ولكن يتطور باستمرار. الآن الوضع المهني في فرنسا تنظيميا هو وضع مستقر، أكيد قد تكون هناك مؤاخذات ولكن المعالجة التشريعية المستمرة قادرة على سد كل ثغرات. من يدعي تخوف من النموذج الفرنسي فأقول لك على أن أقول لهم على أن المحاماة في المغرب كهيكل تنظيمي عبر الهيئات ووصولا إلى تأسيس جمعية هيئة المحامين بالمغرب سنة 1962 لم يكن ميلادا منفصلا عن نشأة المحاماة في موطنها بالشكل الذي نعرفه ونعيشه الآن. ففي سنة 1274 ميلادية في عهد الملك الثالث لوهاردي قد تم تنصيص على أداء اليمين الذي نؤديه اليوم في هذه الصيغة، ليست نفس الصيغة ولكن من حيث هذا المبدأ. وفي 1302 وهذا مسألة هامة، بداية تشكيل الهيئات، وفي 1302 بداية تشكيل 1327 الملك فيليب دو فالوا أحدث جدول المحامون وحدد طريقة الاختبار وحدد كذلك طريقة التأهيل المهني وطريقة العزل إلى غير ذلك، بمعنى أننا نحن امتداد تنظيمي للمحاماة، لأن المحاماة هي مشروع إنساني ومؤسسة إنسانية، يعني هناك ضوابط تم اكتسابها من خلال عبر الزمن من خلال تطور الأعراف والتقاليد والأخلاقيات والأمور التي حافظت على قداستها لحد الآن. وأهم هذا هو الوصول إلى مؤسسة مهنية تراعي شؤون المحاماة وتضبط الممارسة. نحن عشنا في 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 التنظيمات المهنية الآن، على الأقل أذكر فيدرالية اتحادات وجمعيات المحامين الشباب بالمغرب، فقد في جميع توصياتها على الأقل في العقد الأخير قد انتهت إلى ضرورة إحداث مجلس وطني للهيئات، النقابة الوطنية إحداث مجلس الوطني للهيئات، الجمعية الوطنية للمحامين كذلك إحداث المجلس الوطني للهيئات، مؤتمرات الجمعية خلال العشر سنوات الأخيرة، يعني الثلاث دورات جميعها توصيتها انتهت إلى ضرورة إحداث مجلس وطني للهيئات يشرف على المحاماة. للأسف الصيغة التي جاءت بها مسودة السيد الوزير
ربما هي صيغة تفتقد إلى كل مشروعية وهي استنساخ للتجربة الحالية. الفرق هو أن التجربة الحالية في الجمعية سيتم مع احترامنا وتقديرنا للجمعية، نحن نؤكد على أن الجمعية يجب أن تستمر في وهجها وقوتها، ولا نريد أبدا لأي إطار تنسيقي كيفما كان أن ينفك عقده، ولكن نريد الاستمرارية دائما في البناء. هذا الإطار، هذا المقترحات التي جاء بها هذا القانون المادة 96 في التشكيلة، سأتحدث عن الخلل اللاديمقراطي بطبيعة الحال والتي جاءت به التشكيلة، يقول على أن المجلس الوطني يتشكل من السادة النقباء الممارسين، وهذا أمر طبيعي، السادة رؤساء جمعية هيئة المحامين بالمغرب السابقين جميعهم، وبطبيعة الحال هم نقباء، نقباء يتم اختيارهم 5 نقباء من مدينة الدار البيضاء، 3 نقباء من الرباط ومن فاس ومن مراكش، ونقيبين من أكادير وأعتقد القنيطرة ربما وغيرها، ونقيب يتم انتخابه من الهيئات الأخرى. بصيغة أوضح، هل نحن أمام مؤسسة ديمقراطية أم مؤسسة إقصائية وانتقائية؟ هل تتوفر في هذه التشكيلة فرص نجاح الإطار؟ أقول لا، لأنه أعدم الفئوية في تمثيلية الشباب والمجالس والمجالس السابقة، وأعدم في الآن ذاته حضور العنصر النسوي، فلا توجد في المغرب أي نقيبة. نقيبة واحدة ربما التي عرفها التاريخ المغربي هي النقيبة بونس، مادلين بونس فريسيدات، اللي كانت هناك نقيبة في كانت نقيبة في هيئة المحامين بالرباط، وانتخبت في عهد الاستقلال سنة 1957، وهو النموذج المشرق للمشاركة النسائية. إذن نقول مؤسسة لا شباب فيها ولا عنصر نسوي فيها. الشباب الآن يشكلون ما يناهز 46% إلى 50% من الممارسين، وسيصل العدد قريبا إلى 2/3، والعنصر النسوي عدده يصل إلى حوالي 40% أو لا أقل من 40%، المهم سيتطور مستقبلا، وهذا أمر أكيد نشاهده من خلال الولوج المستمر لزميلات شرفنا مهنة المحاماة وقررنا الالتحاق بها، بمعنى لا وجود للعنصر النسوي ولا وجود للشباب، فقط النقباء. هذا خلل، ليس أقول مسا بمكانة التي أصفها الاحترام والقداسة لسادة النقباء، وهذا من أساسيات الأعراف والتقاليد التي آمنا بها في مهنة المحاماة، الاحترام الكلي لسادة النقباء، ولكن نقول على أن الديمقراطية والفعالية تضمن وجود أسس تشاركية يكون للقاعدة كذلك صوت داخل هذه المؤسسات على النحو الفرنسي. فالمجلس الوطني للهيئات بفرنسا يضم 82 عضو، 80 ينتخبون من بقواعد، وفيهم نقباء وفيهم أعضاء مجالس ومجالس سابقة، ويتم انتخابهم وفق اللوائح النظامية واللوائح الوطنية، يعني نكون النظام فيه امتداد لحس انتخابي على مستوى القواعد. أما إذا قررنا فقط القمة هي التي تنتخب، فلا يكون لن يكون هناك أثر مؤسساتي منظم، وهذا هو الخلل. وكذلك هؤلاء 80 الآن، إذا لاحظنا تشكيلة المجلس الوطني للهيئات بفرنسا، نجد على أن ما يناهز 45% عنصر نسوي وشباب، وهم من يشتغلون في لجان الأخلاقيات، في لجان التكوين، في لجان الإعلام، في النشر، في الإشراف على الولوج، هناك آلة تشتغل. فإن افترضنا على أن فقط مجلس فيه السادة النقباء، سيكون مجلسا علويا، ربما سيدير توجيهاته، ولكن لن تكون أكيد هناك طاقة للعمل، الطاقة موجودة لدى الشباب. وإن كنا دستوريا قد تحدثنا عن المساواة وعن المناصفة، فإن استبعاد العنصر النسوي سيكون أمر أكيد لعقود وعقود، ونحن نعلم هذه العقلية. إذن الحال هو أن الاحتياج كما قلت وأؤكد آني وضروري لإحداث مجلس وطني للهيئات، ولا يمكن أبدا لفائدة المحاماة ولفائدة العدالة في المغرب أن يتم التملص أو استبعاد هذا المقتضى. هناك من يتخوف من مسألة التعيين، أولا لا يمكن أن نقبل أو نتقبل مسألة التعيين، لأن الهيكل المؤسساتي يجب أن يظل مستقلا، ولا يمكن أن نقبل في الآن ذاته أن لا يكون هناك دور لجمعية هيئة المحامين في المغرب. وهنا أعود للقانون الفرنسي،
ديسمبر 1990 نص على 80 عضو ينتخبون الى جانب من بالضروره وجود رئيس ما يسمى بالمؤتمر الوطني للنقابة، مؤتمر وطني للنقابة او لا كونفيرونس دي باتوني، ونقيب هيئة باريس باعتباره الهيئة الاكثر تمثيلية، ورئيس ينتخب من بين 80. بالتالي نكون امام كيس بريزيدون ايون دووا، كيكون عندنا رئيس اللي هو منتخب ونقيب هيئة باريس الى جانبه رئيس المؤتمر النقباء بفرنسا لا كونفيرونس دي باتوني. بالتالي حافظوا على امتداد تلك المؤسسة. في المسودة حاولوا بطبيعة الحال مراعاة هذا الأمر، ولكن حصروه في الرؤساء السابقون لجمعية هيئة المحامين بالمغرب. نريد أن نحافظ على هذه الصيغة بشكل ما، على أن تبقى الجمعية موجودة وهياكلها كذلك موجودة، ولكن الخوف، كل خوف، هو أن مستقبلا الانتخابات التمثيلية داخل الجمعية قد تؤثر على 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 المجلس الوطني، لان نقول النقباء السابقون والنقيب الحالي، وقد يحدث هناك امر كما هو الان بالنسبه للمجلس الوطني للصحافه ومؤسسه التنظيم الذاتي للصحافه، فكان هناك خلل بين الناشرين والمهنيين، اوصلنا للاسف الى المس باستقلاليه هذه المؤسسه من خلال طرح تعديل القانون صدقت عليه كل الفرق البرلمانيه، والذي ينص على التعيين، والتعيين أبدا لن نقبله في هذه المؤسسة، لأن المحاماة هي مستقلة، ولكن نريد الفعالية، لا نريد وضع الفوضى، نريد أن تكون لدينا مؤسسة تقدم تقارير كما هو الآن في المسودة، وضعت مجموعة من صلاحيات الأدوار، وهذا أمر إيجابي، ولكن البناء والهيكل المقترح لا ديمقراطي ولا علاقة له بالديمقراطية بتاتا. إذن يجب أن تكون لدينا جميعا كمؤسسات مهنية، كإطارات شبابية، كنقباء، الجرأة على أهمية الانتقال إلى مؤسسة جامعة، عوضا عن حالة التشرذم التي نعيشها الآن، وقد اتضح الأمر بشكل واضح مع خروج الدار البيضاء ومغادرتها لهذا الهيكل. والدار البيضاء هي عماد المحاماة المغربية ب5000 أو 6000، وكذلك زميل وزميلة، وكذلك لوجود رؤساء جمعية هيئة المحامين في المغرب، يعني عدد من كبير منهم في الدار البيضاء، ولوجود كذلك ربما نشاط اقتصادي هام، ونعتبر على أن الدار البيضاء هي فقدانها أو افتقادها في هيكل الجمعية يؤثر بشكل سلبي على المحاماة، ويؤثر بشكل تفاوضي. الآن نشوف على أن السيد الوزير يتفاوض مع جمعية هيئة المحامين بالمغرب، ويعود لجمعية هيئة المحامين بالدار البيضاء، وهذا وضع غير سليم بتاتا. لا يمكن لأي مشروع أن ينجح أبدا إلا بالوحدة وبالاتحاد حول الهدف. إن كنا نتحدث عن خدمة مهنة المحاماة وتطويرها، فهناك مسلك واحد هو المجلس الوطني للهيئات.